أهلاً بكم. بيزنس بلانيت هذا الأسبوع نقدمه من لندن. إيجاد حلول جديدة لاحتياجات مجتمعنا هو أحد التحديات التي يواجهها أصحاب المؤسسات اليوم. تريس، أنت أحد منظمي المنافسة الأوروبية للابتكار الاجتماعي. ما هو سبب أهميتها؟ لأنها قضايا اجتماعية هامة ومؤثرة في مجتمعاتنا. ليس بالحكم وحده تحل هذه المشاكل. على الناس مع أفكارهم الرائعة ابتكار منتجات وخدمات جديدة تساهم في إحداث فرق. سنتعرف على مثال هنا في لندن لنشاهد. أوسمان لاجئ من غينيا بيساو، عام 2013 كان من أوائل الذين استفادوا من بايك بروجكت. هذا المشروع يقوم على جمع الدراجات الهوائية المستعملة أو المهملة وتصليحها لإعطائها للمهجرين. أوسمان بعد استلام دراجته قرر الانضمام إلى المشروع، فتم تدريبه وأصبح ميكانيكيا متطوعا في المؤسسة. بالنسبة للاجئ، الحصول على دراجة هوائية أمر هام جدا. من سيعطيك المال يوميا للتنقل في الشوارع؟ تكلفة النقل العام باهظة جدا، ولندن عاصمة كبيرة لا يمكن التنقل فيها سيرا على الأقدام. في نهاية هذا النهار، العاملون في بايك بروجكت بدأوا التوزيع الأسبوعي للدراجات والتجهيزات لتسليمها للاجئين. قمنا بتصليح 3000 دراجة وسلمناها للاجئين. أقمنا مشروعاً للنساء نعلم اللاجئات قيادة الدراجات، كما نبيع نوعية جيدة من الدراجات. بايك بروجكت سمح أيضاً بخلق حوالي 10 وظائف. لأنه نجح سيعمم على مدن أخرى في إنجلترا. هذا المشروع نال العديد من الجوائز مثل جائزة إمباكت أو التأثير خلال النسخة الأخيرة من المنافسة الأوروبية من أجل الابتكار الاجتماعي التي نظمتها المفوضية الأوروبية. إذن تريس، هذه المبادرة نالت إحدى جوائز الابتكار الاجتماعي الأوروبية، فما هي هذه الجائزة بالضبط؟ نبحث عن أشخاص في أوروبا لديهم أفكار، نختار أصحاب أفضل 30 فكرة، 3 منهم يفوزون بجوائز قيمة الواحدة منها 50,000 يورو. تريس، لنفترض أنني مقاول، هل يمكنني المشاركة في المنافسة؟ نسخة 2018 ستفتتح في الربيع في باريس. للتعرف على كيفية المشاركة يجب متابعة وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا تريس. لمزيد من المعلومات زوروا موقع بيزنس بلانيت. إلى اللقاء.